التجمع والله يا مهم. التجمع 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 الخامس حاجه تم اعتماد المخطط العام خلاص للفرع بالكامل. دي الناس طبعا الحمد لله كتير بتسالني كتير جدا في التجمع. لا الحمد لله كل يعني وتم اسناد كمان ال انشاء الفرع للهيئه الهندسيه. حصلنا على التراخيص انجاز طبعا الحمد لله برضه كويس جدا. حصلنا على التراخيص كل حاجه انتهت يا فندم. اذا حصلنا على التراخيص وتم استخراج القرار الوزاري. أيوة. من هيئه المجتمعات. أيوة. العمرانيه. تم اسناد اعمال البنيه التحتيه بالكامل مش المرحله الاولى بس. بالكامل اللي هي اصعب حاجه دي لكل الفرع للهيئه الهندسيه. عناصر المرحله الاولى اللي ان شاء الله هتبتدي ودي اللي هتتم الاول المبنى الاجتماعي، ملاعب كره القدم للاكاديميه، ملاعب كره قدم خماسي اعضاء هتكون موجوده هناك، ومناطق جلوس الاعضاء، وملاعب بقى سله وطايره يعني هنبتدي بكلوب هاوس والاسوار والبوابات ومبنى اداري. ده في وتم اول سنه البدء خلاص في العام. ده في اول سنه يعني في خلال السنه دي هنكون استكملنا بنيتنا الاساسيه للنادي كله. وهنكون عملنا الكلوب هاوس يعني يعني وفي نفس الوقت اللي بيشترك دلوقتي عنده ميزه برضه حضرتك. أيوة. ان هو موضوع الاستكمال. الاستكمال نفسه بيبدا الاربع سنين من اول افتتاح الفرع. دي مهمة قوي يعني عنده كمان سنة مضافة زائد قرار مجلس إدارة حصل قريب إن هو كمان أبنائه يتعاملوا معاملة الأعضاء في حتة الاشتراك في الأكاديميات في الألعاب المختلفة يقدر من أي فرع فروع النادي من كويس. أي فرع قريب من الفرع اللي بيعمل عضوية الفرع التجمع يقدر يستمتع بعضوية الأكاديميات لحد ما نفتح له والحاجة بتاعته حين افتتاح. دي ميزة كبيرة وطبعا وغني عن البيان فرع التجمع لما خدناه الأول الأرض يعني التعطيل برضه كان في حاجات أول الحمد لله تم يعني نقل الارض من خلاص اعطى شوط كبير جدا والتراخيص ما كانتش سهله انتهت وكل حاجه وطبعا الحمد لله بقى القصه اللي هي كمان الجديده النهارده برضو تم الاعلان من النادي ان قريبا خلاص الايام الجايه ان شاء الله العود هتبدا اللي هي مشروع الوحده الاقتصاديه اللي هو المتعلق بالاستاد وفرع الاقصر والمعلمين حمام السباحه المعلمين. دي برضه حاجات مضافه للعضو. بالظبط. ان شاء الله خلاص احنا تم اعلان من النادي والمدير التنفيذي النهارده الاستاذ محمد ممكن اعلن بيتم انجاز العقود في الصيغه النهائيه. كان في حاجات غير مولعه اللي هو الاجتماعات المتعلقه بالشروط القانونيه وفحص العقود والكلام تم الانتهاء من كده. ده توقيع عقود الوحده الاقتصاديه. وقريبا ان شاء الله خلاص هيبدا تنفيذ مواعيد بقى لكل حاجه.